السلام خوتي خواتاتي، جيسبر كو فزالي بيا. معكم فاميليا، فيديو جديد وفنان جديد. الرابور اللي غنتقربوا من حياته اليوم زاد في 1993، يعني دابا غتكون عنده 27 عام. الاسم ديالو الحقيقي هو يوسف الملياني الادريسي، زاد في فاس وتحديدا في كارتيه 45 حي الامل. بلا شك غتكونوا ربطتوا المعلومات كاملين ببعضياتها وعرفتوني على من كنهضر. يوس 45. Yeah, هادشي قادر مضباق ريكس تشيب حاشي مطر كينزل تراب تاع الراقة الغاقة الغارقة المذاق بوم بوم تقاطع دعبة ضلالة كانو غديرو قدام الفيت بي 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 دي ميزي زيد لي لي نو مادا فاكا فاكا مادا فاكا فاكا مادا فاكا ليش اكيدي اح شوف الوقت كي كان جني جني اللي شبعان ومزح معاك في الالهام والهام جنها جني فاش عرفتني انسان وقلبات لقلبه خلتنا غير في دربك نبات ولكن داكشي اللي ما كانكش كيخليني كنحلم باش نحصد درواح الاوباش نعطي من دين مواتهم 45 لار بقول شحال من حد ضارب حيت عبر بنادم وكبر مع العرب العقارب انت مسموم بين فوجهك برضا لمي ما نمشي نزطم زطمة هنا وزطمة لهيه ونبحث على هنا باش نقضي مسائلي ونحضي من نسويلي خاص نكون معدش في قلبي الرحمة. وقبل ما نبداو كيف العادة أرى داك الميش بغيتكم كاملين تمركيو لابخزونس ديالكم بكومنتر وما تنساوش لايك. بداو 3 2 1 ليتس جو. واش كتهضر فري ولا غي كتفلا معكم بالصح الرخوان واللي تعجبي تبلا ما تزيدوش الطينة بلا اللي عارف راسو كحيان يتكح زلور يتبلا يعطي التساء يتخلى يقراطي يحبس الفران بلا ما يدير لينا العلا. صراحه هاد الفيديو بغيت نديرو شحال هادي من عاد اليوم كتابيه. وحاجه اخرى، باغمي التراكات اللي كانت مزك اليوم في الراب المغربي واللي كاينين في البلاي ليست ديالي هما التراكات ديال يوسف 45. يوسف 45 رابر ولد فاس، الولد الخامس عند مويمتو. الانفلونس الاولى ديالو جات من عند خوه صلاح الدين واللي كان كيتمزك الهيب هوب ميوزيك. في 2006 سجل اول تراك واللي سميتو الحومه ظلام. الحقيقه ليريكس هارفين ما كرهناش بحال هاد التراكات يتعاود ليهم ريميكس ويتريكورداو بكاليتي زوينه. بغيف يوسف 45 الا شفتيه كيف عايش دابا وكيفاش خدام غادي تعرف باللي راك شفتي انسان اللي كيعيش الكولتور ديال الهيب هوب في بلاد اللي ما كتعطيش الحق لهاد الكولتور. 2014 يوسف 45 خرج اول ميكس تيب واللي سميتها دي سبيتش يور مادر. ميكس تيب اللي فيها 12 اكستري واللي كان فيها بزاف ديال الجونغ هيب هوب بحال اولد سكول الدريل والكرانك. بلاد بوسنا غتلقى غير الهومو شاعت شنز غلي شد فانا وشهر امو لكن امنم لا انا هو هدا دك الفصل مقود خرجت باقبح تياكر اقبح دريري مصطلحات الشعب الحاسقة برادر اي ما بين الراب والقراية عزلت الراب دواحد القراية عمرك الدوايا. ومن بعد ما بدا يوسف 45 كيتشهر شويه دار كولابوراسيون مع واحد البرودوسر ولد تاونات باش يبدا يريكوردي عنده، ولكن هاد الدري ما طلع لا برودوسر لا تلعبه، طلع نصاب ونصب على يوسف 45 في القناه ديالو واللي بدات كتحقق مشاهدات كبيره نسبيا ديك الساعه. موراها يوسف 45 دخل في ديبريسيون واحد المده بدا كيرابي ولكن ما كيلوحش التراكات ديالو في يوتيوب. من بعد يوسف 45 غادي يحاول يخرج من هاد ديبريسيون وسيرتو منين غادي يتلاقى مع التيفلو والدراري دبرتوش ريكورد. ديك الساعه زهق برودكتيفيتي وتراكات بارفوا فيتورينغ وبارفوا سولو وتما انتشرت قولة فاس حكم العالم اللي نوضت بالبالة عند الجمهور ديال الراب المغربي. بدا يقلب شكون صاحب هاد القولة، شكون اول واحد قالها. الجمهور كيرجح وبنسبة كبيرة ان يوسف 45 هو اللي قالها اول مرة، كيف ما نط بالبالة على شكون احسن رابور في الفاس تكنيك ما بين يوسف 45 والتيفلو. ضربك هيني داك انا ماما كان فاكي بكون فاكي كبقى لما اكد ان بقى ودا اسف وقال لما بغى نشوف وقال شوف قصف متى بركة لك وتشف الله قمي لقى شقى لقى انا خطاك لك وتقاني على مونيكا فاك فاك من اتفاكت انا فاكك فاك ما فاكتك انا فاكي بكون وريك اللي عدوريك بيتبع انا فايلك بينك بوك ما كان بوك بوك تخاف ما من هذا مراد برون وستعب كله مدى راد برون عكس انا زرعوا في هاد البلاد خوك بوش قال انا كيما ديما نزل لكم مخ ادم كشقرا من لكم مخ انا الانجلس ومرا قلمهم. بالنسبة
بالنسبه لي انا كيعجبني يوسف 45 لحقاش محافظ على الابجديات ديال راب كالتشر. وانتوما قولوا لي شكون اللي كتفضلوا، يوسف 45 ولا تيفلو، وعلاش لي كومونتير؟ يوسف 45 مروبه القلال اللي ما غاديش تحس معهم بلا مونوطوني، ديما كيحاول يدخل ستيلات جداد في الموسيقى. الديسكوغرافي ديالو فيها بزاف ديال لي جونغ في الهيب هوب راغا راب اوريجينال ميوزيك ديال لي فان ميوزيك دامبرام برام دامبرام برام ديال برام 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 راب روك صغري كاملوا عمري قلت نحبس ونخدم عليكم والده صبلت حوايج الناس باش تقطع لي لا صالو ليكول بسيكيديليك ميوزيك وحاليا يوسف 45 خدام في ألبوم أرقام واللي خدا فيه يوسف 45 تشالنج والأول مرة في الراب المغربي ألبوم فيه 100 تراك ما عرفش الحقيقة علاش واش كان مخاطر نهار الأول فاش قرر يدير 100 تراك مع صاحبه المهم بيغا بليوسف 45 وغيسبي لي حيت لوبجيكتيف ديالو هو يمزك الفانز وكيف ما قال هو ما كيهموش يكون عنده بزاف د الفانز قد ما كيهمو يكون عنده فان بيز اللي فاهمة في لاكولتور د الهيب هوب عندي الربح في 40% ديال الناس اللي تيقوا فيا ويحترموا خدمتي حسن ما يسمعني كل شيء وبدون فائدة الناس ما عندهمش باجاج في عقلهم باش يتصنتوا رابور عنده باجاج وهذا شوية من بزاف على يوسف 45 غتلقاو في القناة الديسكوغرافي ديال مورو اللي غنخلي لكم في الإيك كيف ما غتلقاو حتى الديسكوغرافي ديال مورفين قولوا لي شكون رابر ولا الفنان اللي تبغيوني نهضر عليه في النكست كانت معكم فاميليا اللي كيعجبو هاد الكونتوني دعموا بلايك كومونتير بارطاجي مع صحابك اللي مازال ما تابوني تابوني فعل الجرس والسلام عليكم.